لأول مرة منذ 100 عام تستعد تركيا لأول جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية في 28 مايو بعد منافسة حامية شهدت تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على منافسه العلماني كمال كليتشدار أوغلو. لكن أردوغان لم ينجح في تأمين نسبة 50% من الأصوات اللازمة لتأكيد فوزه في الجولة الأولى، وبالتالي يتعين عقد جولة انتخابية إضافية بين المرشحين الأكثر تأييداً لتحديد الفائز النهائي. وفي انتخابات ينظر لها على أنها اختبار لحكم أردوغان الذي يحكم قبضته على السلطة منذ عام 2003 ولم يهزم في أكثر من 10 انتخابات وطنية، تعهد كليتشدار أوغلو بالفوز عليه في الجولة الثانية. وخلال الانتخابات الرئاسية في 2008 فاز أردوغان من الدورة الأولى، لذلك فإن تنظيم دورة ثانية يعد انتكاسة للرئيس المخضرم البالغ من العمر 69 عاما. وستكون جولة الإعادة فرصة للناخبين لإعادة تقييم المرشحين وبرامجهم الانتخابية واختيار الشخص الأنسب لتمثيلهم، وقد تشهد حملات انتخابية مكثفة. ويرى خبراء أنه ربما يكون الأسبوعان المقبلان أطول أسبوعين في تاريخ تركيا، متوقعين حدوث انهيار واضح لبورصة إسطنبول والكثير من التقلبات للعملة. ورغم التوقعات بأن يكون لأردوغان ميزة في الجولة الثانية بعد تقدم تحالفه بفارق كبير على تحالف المعارضة، إلا أن شبح أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها تركيا في عهده والقلق بشأن استجابة حكومته المتعثرة لزلزال فبراير المدمر سيظل يطارده. وستقرر الانتخابات الرئاسية ليس فقط من سيقود تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي التي يسكنها 85 مليون نسمة، وإنما ستحدد أيضاً إن كانت ستتجه نحو مسار أكثر علمانية وديمقراطية وكيفية تعاملها مع أزمة غلاء محتدمة، فضلاً عن التعامل مع علاقاتها المهمة مع روسيا والشرق الأوسط والغرب.